أعزائي متابعي قناة الاتش بي سي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد من خلال برنامج نجوم الملاعب. النهاردة هتكون حلقة نارية، هنحاول نكون فيها ملمين وموضوعيين بجميع الأحداث القروية المثيرة التي شهدها الوسط الرياضي في الفترة السابقة، وحيكون في ضيافتي الناقد الرياضي أستاذ أحمد حسني. برحب بحضرتك أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليكي طبعا وعودة حميدة. طبعا بتشرف بيكي جدا جدا كالعادة، وان شاء الله تكون حلقة كويسة وتنال رضا السادة المشاهدين ان شاء الله بإذن الله. نبتدي سريعا بقى في الحلقة بتاعتنا. طبعا زي ما احنا عارفين ان المباراة السوبر الافريقي اللي شهدها الاسبوع الماضي انتهت بفوز نادي الزمالك وقبل اللقب بركلات الترجيح، تمام. طبعا كان في توقعات لينا احنا سابقه مع حضرتك في حلقات سابقه، كانت في حاجات جوه التوقعات، حاجات اوت اوف بوكس ما كناش عارفين قوي، فخلينا نستعرض شويه حضرتك كان رايك ايه وشفت المباراه ازاي. تمام، هو زي ما قلت لك قبل كده في احدى الحلقات ان انا كنت بقول حتى لو الدكه الفنيه للمنافس اقوى وكده، ولكن مستر جوميز قلت لك في حاله من الحلقات ان هو هيكون يعني العامل الاساسي في الماتش او في المباراه، وفعلا مستر جوميز هو تلميذ البروفيسور فيريرا المكير والداهيه جوميز. الحقيقه قدر ان هو يسيطر على كولر، يسيطر على الماتش، وقدر ان هو يكسب ويقلب الدنيا الحقيقه. ثلاث ماتشات على التوالي بيحط النادي الاهلي في الثلث الاخير في 18، تمام، وبيضغط عليه بكل قوه. فاذا هذا فكر يعني بصراحه جريء، يعني جوميز ده جريء جدا جدا جدا. يعني هو خلينا نقول ان مستر جوميز عمل حاجه رائعه جدا، بيلعب 4-1-4-1، ممكن يفضي نص الملعب، ممكن يفضي لك نص الملعب ولا في النهايه اتبع سياسه التموين المغناطيسي اللي هو كل الناس بقت رايحه في اتجاه وبيتعاملوا ان كواليتي اللعيبه اللي معاه مش افضل من كواليتي اللعيبه بتاعه الاهلي. بس هو فاجئ الجميع. حضرتك كان رايك ان في مفاجات في حاله عدم التدعيم الزمالك ببعض الصفقات، طب شفت مستر جوميز اتغلب على الموضوع ده؟ طبعا اتغلب على الموضوع ده لما لاعب باك شمال معدلاته البدنيه عاليه جدا، هو بيعتمد على المعدلات البدنيه. المعدلات البدنيه في نادي الزمالك واضح ان هي عاليه، والماتشات اللي زي دي، الديربي اللي زي دوت، بيبقى محتاج معدلات بدنيه قويه وكده. فاعتقد ان بنتايك باك شمال كان سريع جدا وقوي وافاد الجبهه ديت الحقيقه، كان جبهه قويه جدا جدا جدا. يعني حتى محمد هاني اتصاب، يعني طلع من الماتش، ولما نزل عمر كمال ابو واحد برده ما عملش حاجه. فاذا خلص عليهم اثنين الحقيقه، خلص على الجبهه دي تماما، كان فتحها شارع الحقيقه. هو جاي. الناس توقعت ان نزول عمر كمال عبد الواحد بعد خروج محمد هاني هيكون له تاثير ومفعول. انا واحده من الناس ممكن يكون اقتناع القروي فنيا بمحمد هاني سوري بعمر كمال عبد الواحد يفوق اقتناعي بمحمد هاني، ولكن هو لم يكن مؤثر في الماتش ده فعلا. هو يعني واضح ان مستر جوميز كان قارئ الماتش كويس وعارف هو عايز من الماتش. كذلك يعني هو تدعيم الصفقات، وعمر جابر في الجبهه اليمنى كمان، كذلك لما نزل اثنين روس حربه وفي اخر الماتش ودفع بكل اوراقه بمنتهى القوه حقيقه، كان نادي الزمالك حقيقه كان بيقاتل كانه حرب كرويه الحقيقه، قدر ينتصر فيها الحقيقه. والف مليون مبروك طبعا النادي الملكي، بارك لهم بقى في الكاميرا هي كاميرتك. طبعا مليون مليون مبروك نادي الزمالك الملكي، طبعا حصول على بطولة القاريه الكبيره، طبعا نجمه 15 قاريا، البطوله 105 في تاريخه. نادي الزمالك معدي ال 100 بطوله دلوقتي، عنده 105 بطوله في تاريخه، طبعا يعتبر ويعد من اكبر انديه العالم تتويجا بالالقاب والبطولات. الف مليون مبروك القاعده الملكيه والكيان الملكي والنادي الملكي نادي الزمالك والبيت الابيض، مليون مبروك لجماهيره، مليون مبروك لادارته، مليون مبروك لكل ما ينتمي للنادي الملكي. يعني نفتخر ان احنا الحقيقه مشجعين للنادي الملكي ونادي الزمالك. الحقيقه نادي الزمالك نتمنى بقى يقابل ريال مدريد الحقيقه عشان يبقى النادي الملكي. النقطه اللي هنتكلم فيها استاذ احمد، اما نفسنا ماشي. بس هو خلينا اقف على نقطه مهمه حضرتك تناولتها دلوقتي، هي ان عمر جابر كان ليه مفعول السحر في التكتيك فنيا في مباراه السوبر الافريقي. انا واحده من الناس اتفاجئت ان كابتن حسام حسن لم يختاره ضمن قائمه منتخب مصر. بالنسبه لي دي كانت، انا كنت متوقعه ان القائمه هتنزل فيها فور شور ان هي فيها عمر جابر. طب وجهه نظرك ليه لم يتم اختياره في حين ان هو تخلى عن بعض العناصر زي امام عاشور
زي عمر كمال عبد الواحد، في ناس ما ادتش الشحات، كل دول هو لم يتم اختيارهم في الاهلي بعد مباراه السوبر الافريقي. من وجهه نظرك ليه ضم معاهم عمر جابر في حين ان هو كان افضل منهم يعني؟ بص، هو كابتن حسام حسن الحقيقه يعني انا قلت الكلام ده قبل كده، درب 28 نادي تمام، ما عندوش، معلش مع احترامي ليه طبعا، كلاعب كان اسطوره طبعا في تاريخ كره القدم طبعا، وكان اسطوره في النادي الاهلي الحقيقه، والهداف التاريخي للنادي الاهلي، ولكن على مستوى التدريب الكابتن حسام حسن صفر في مجال التدريب الحقيقه من وجهه نظري. لا اتفق بس تمام، معلش ده وجهه نظري انا، دي وجهه نظر انا على مسؤوليتي انا، لكن لا اتفق، لا انا دي على مسؤوليتي انا يعني 28 نادي بيدربوا، قولي لي خد بطوله ايه؟ هي الفكره مش خد بطوله يعني، ما خدش بطوله مع اي نادي. لا معلش يعني الكابتن عبد الحميد مسيوني مثلا خد بطوله تمام مع انديه ثانيه غير القطبين غير الاهلي والزمالك، ما بالك لو هو درب الاهلي والزمالك هياخد ايه؟ انا برفض مقارنه كابتن عبد الحميد بسيوني باي مدرب، لان انا بشوف يعني ان كابتن عبد الحميد بسيوني بيصنع من الفيسبوك بلاش كابتن بلاش وهو يعلم هذا. طيب الكابتن خالد جلال، كابتن خالد جلال عمل مع البنك الاهلي اللي ما حدش عمله. انا عايز اسال سؤال، الكابتن حسام احدث الفارق. طيب الكابتن حسام حسن خد بطوله ايه؟ لكن بالراحه، خد ايه؟ انت اعتراضك عليه في ايه؟ فنيا؟ انت طبعا يعني انت دلوقتي عمر جابر مش اول مره يستبعده، ده هو مش اول مره، من اول ما قالوا ان عمر جابر صديق ما اختارش الشحات وما اختارش امام عاشور، لا 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 ما اختارش عمر كمال عبد الواحد في حين ان هم كانوا في القايمه المره الاولانيه. امام عاشور ما اختاروش، امام عاشور ما اختاروش لان هو مجبر على كده، لان بعد ماتش السوبر القاري الدنيا فكت في النادي الاهلي تمام، وهم بيعاقبوا امام عاشور يعني بيطلعوا عليه غرامه واثنين وثلاثه واربعه وكده، فقال لك ايه اما عاقبه كمان بالمره عشان يبقى ايه يعني نقول لك ف الكلام ده مشهور، ده ما مشهور الباقي. طيب استبعدهم ليه؟ الطبيعي يعني الدنيا فكت شويه في بعد الماتش زي ما بقول لك الماتش القاري، فحصل لا طيب لما نيجي على عمر جابر، مشكله بقى عمر جابر ان انت دلوقتي كذا مره بتستبعده يعني، وبعدين دلوقتي محمد هاني مصاب. طيب الطبيعي ان انت تاخد محمد هاني مش احسن باك رايت في مصر بالظبط بالظبط، فالطبيعي ان انت تاخد عمر جابر، وعمر جابر مقدم موسم يعني قوي جدا جدا، الكونفدراليه شفت كان عامل ازاي، نفاسه. اي فعلا دي حقيقه نفاسه. انا واحده من الناس كنت بشوف ان في اداء لعمر جابر بقى اب اند داون، يعني كان بيبقى طلع ونازل، بس هو جات له فتره خلاص قرر ان هو يبقى ايه اب على طول، اتخلى عن حته الداون دي. هل ده يعقل؟ فمن الطبيعي ان احنا يعني كنا نديله حقه ان هو يضم للقائمه، انا اتفق في دي. طيب خلينا نقول بقى ان في حاجه جمهور الاهلي والزمالك مستنيها، ايه هي؟ مستني ان يعرف مين، زي ما كان كله بيقول ان التوقعات ان الاهلي والزمالك، فالاهلي هيكسب الزمالك، وتوقعات الجماهيرين كانت ان الاهلي رايح للزمالك، وده عطى دافع للزمالك ان هو يكسب، اعتقد هو ده السبب الرئيسي لفوز الزمالك. نفس التوقعات بتقول ان السوبر المصري هيكون بين الاهلي والزمالك، في حين ان احنا عندنا المباراه الزمالك مع بيراميدز، وهيواجه الاهلي مع سيراميكا. طبعا احنا عارفين ان بيراميدز هو بطل الكاس، الاهلي بطل الدوري، سيراميكا بطل كاس الرابطه، والزمالك كارت ذهبي تالت كارت ذهبي وكارت ذهبي والتالت تالت الدوري، فهو هيلعبوا مع بعض. عايزك تقول لي سريعا انت متوقع مين يتقابله في النهائي بتاع السوبر المصري من الاربع انديه دول؟ طبيعي عشان الشركة الراعية وعشان نجاح البطولة طبعا يبقى له زمالك، ديربي زمالك واهلي طبيعي يعني، ده توقع طبيعي وامنية كمان يعني، انا توقعات وامنياتي ان الزمالك والاهلي يبقوا في النهائي ديربي، ونشوف ماتش قوي جدا ما بين فرقتين، ويبقى الماتش الرابع على التوالي طبعا لمستر جوميز عشان يضغط الاهلي في ال 18 بتاعه. طيب قول لي شايف يعني ماتش الزمالك وبيراميدز ازاي؟ وهيكون يعني مين هيتفوق فنيا فيه، خصوصا ان احنا عارفين ان ماتشات الزمالك وبيراميدز شويه بيبقى فيها نقاط مثيره كده للجدل يعني. الحقيقه بيراميدز مقدم موسم اللي فات موسم قوي جدا 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 الحقيقه، كان يستحق الدوري لولا اقصائه من التحكيم واقصائه من المسؤولين الحقيقه في الرياضه في مصر الحقيقه، لكاد ان بيراميدز ياخد البطوله الحقيقه، هو اخذ البطوله الاولى في تاريخه واخد الكاس اللي هي بتاعه الكاس تقريبا دي البطوله الاولى، ما هو خد الكاس عشان طلعوا الاهلي اعتذر فخلاص يعني بيرضوا بيراميدز بقى وكده عشان برضه ايه نجاح المسابقه يعني، حتى لو مرضيه هي متاخره جدا لان متاخره جدا. انا شايفه ان امكانيات نادي بيراميدز بالمصاريف اللي هو بيعملها على اللعيبه المفروض يتحاسبوا لو ما جابوش بطوله كل سنه. انا اقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي بشتغل وبتعب وبعمل كل حاجه حلو طيب،
اللي فوقي المسؤولين اللي فوق بيكسروا فيا، بيكسروا في عظمي، تمام؟ وانا معايا فنيا على اعلى مستوى، معايا لعيبه وسكواد وحاجه عظمه عظمه عظمه، كل حاجه متوفره، تمام؟ ولكن انا كحكم مش عليا ان انا اجمد الماتش وكتف الماتش مثلا، يعني انا كحكم ينفع مثلا كتحكيم مصر اروح اجيب حكام مش نخبه ومش على قدر المسؤوليه ولا على قدر الحدث، ومثلا لعيب زي حسين الشحات مثلا لاعب في الاهلي يدوس مثلا برجله يعني في بطن الراجل مثلا، او مثلا ضربه جزاء لبيراميدز في القمه، فلا وتم اقصابه. يا استاذ احمد لحد الان انا بقول في مشكله في الفار. الفار انا ليا مقال لا لا لا. بيقول الفار ما بين البقاء والالغاء. يا جماعه الغوه في مصر بيستخدموه غلط. غلط. الكلاتشر بتاعت الفار مش لصالح نادي واحد نهائي. لصالح نادي واحد يستخدم لصالح نادي واحد، ان انا اضيع اللي هو النادي الاهلي نادي المدلل، انا اضيع باكتر من 10 دقائق، ان انا كحكم اضيع اكتر من 10 دقائق واقف بعمل كده في الفار وفي الاخر اخد قرار ويكون غلط، هالغيها ملهاش لازم. ده في وجهه نظري. طبعا طيب ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا عامله اداء كويس، واخده كاس الرابطه مرتين على التوالي، عندهم نجم محترم محمد ابراهيم. طبعا ادارتهم كويسه جدا. شايف الماتش هيكون صعب على الاهلي ولا هيكون في المتناول؟ لا اعتقد هيبقى ماتش قوي وكده، لكن بنسبه كبيره لا يكسب، يعني بنسبه كبيره يعني. بس سيراميكا مش هيكون ند ضعيف. لا مش هيكون ند ضعيف، لا طبعا. طبعا مش هيكون ند ضعيف، لا طبعا. خلاص كده احنا اخذنا التمنيات بتاعت حضرتك ان الديربي هيكون بين الاهلي والزمالك. في نقطه برضو عايز اقولها برضو للساده المشاهدين، يعني عايز اقول نادي الزمالك دلوقتي منفردا المركز السادس عالميا على المستوى القاري، يتخطى ليفربول، تمام؟ عنده 15 لقب قاري، المركز السادس منفردا، بيقرب من الميلان اللي عنده 18 لقب. نادي الزمالك لو خد كمان 3 ارقاب، يعني لو خد مثلا كونفدراليه السنه اللي جايه والسوبر قاري وبعدها كونفدراليه سوبر قاري مثلا، او دوري ابطال وسوبر قاري، هيبقى 4 بطولات يعدي الميلان، يبقى في المركز الثالث عالميا. تصور شوف، يعني المركز السادس ممكن يقفز للمركز الثالث عالميا خلال سنه او اثنين، يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا خلال، وطبعا نادي الزمالك عنده 105 بطوله زي ما ذكرنا على مدار تاريخه، من اكبر انديه العالم تتويجا بالالقاب والبطولات. طيب خلينا ننتقل لنقطه مهمه جدا. ايه هي؟ ان احنا كنا دايما بالنادي في نجوم الملاعب، وانت كنت في بعض الحلقات تشاهد فيها ان لا. لازم الزمالك يدعم صفقاته بطريقه قويه، وساعات كنا بنهاجم مجلس الاداره في الاخفاق. حصل. تمام. خليني اقول لك ان الزمالك عايز يعمل يحسن خط الدفاع بتاعه بالتعاقد مع مين يا كابتن احمد؟ بالتعاقد مع احمد بيكهام مدافع سيراميكا. انت شايف الصفقه دي ايه؟ كلمني عن وجهه نظرك كده، صفقه قويه ولا ملهاش لازمه؟ لا هو كمدافع، يعني كنت سامع ان الحقيقه سيرجيو راموس اللاعب العالمي طبعا ريال مدريد السابق طبعا باريس سان جيرمان حاليا، الحقيقه لو نادي الزمالك قدر ان هو يحقق الصفقه دي الحقيقه، وطبعا الناس ممكن تاخد الموضوع ضحك مثلا او هزار او الكلام ده، فلا ليه لا؟ ليه لا ان نادي الزمالك يسعى ان هو يضم لاعب عالمي زي سيرجيو راموس، تكون خبطه وضربه قويه جدا. لا جدا دي نقطه ثانيه. انت ما بتسبقش الاحداث، انا بتكلم على احمد مدافع سيراميكا. انت شايف ان دي صفقه قويه ولا ضعيفه؟ يعني في متوسطه الحقيقه، يعني متوسطه مع احترامي للاعب طبعا. مع احترامي للاعب طبعا. لكن انت شايف ان هو الزمالك محتاج يحقق، محتاج قوه يعني ضربه في الدفاع الحقيقه لحين عوده الونش. لان طبعا الونش طبعا احنا مفتقدينه الحقيقه، نادي الزمالك مفتقده. فاعتقد ان صفقه سيرجيو راموس هتبقى صفقه قويه جدا يعني. تمام. خلينا بقى نتكلم ان في صفقات للاهلي، انا اتمنى ان هي تتم، بس هي طبعاً. هي يعني على لسان قائلها. وعايز عايز برضو اشكر الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان والاستاذ حسام مندو الحقيقه، وكل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك اشكرهم، احب اوجه لهم الشكر الحقيقه. بذلوا مجهود كبير جدا 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 في فك القيد والازمات بتاعت نادي الزمالك، بذلوا مجهود كبير جدا جدا في تدعيم صفوف نادي الزمالك، بذلوا مجهود كبير جدا جدا بتتويج نادي الزمالك بالسوبر القاري الحقيقه والبطوله القاريه الكبيره. لا احنا عايزين الزمالك يبذل مجهود وادارته تبذل مجهود اكتر. انا بشكرهم طبعا. لصفقات اقوى حقيقة. لصفقات اقوى، دايما بنكون منتظرين المزيد سواء كنا اهلاويه او زملكاويه. يعني اداره، انا كنت بشوف اداره الاهلي عامله صفقات قويه لدرجه ان
جمهور الاهلي والزمالك يقولوا هم داخلين يحاربوا وكده هم هيكسبوا كده مش عارفه ايه، وفي حين ان جمهور الزمالك ما كانش راضي عن بعض الصفقات وعايزين لو في صفقه راحت منهم بيكونوا عايزين يدعموها اكتر. فده برضو واجب اداره الزمالك ان هي دايما تدعم بالاقوى والاقوى، في حين اعتبارات ان فيهم ناس كبيره قربت تعتزل، في ناس خلاص لياقتها بحكم السن ابتدت تقل، احنا منتظرين ان هم يقضوا سيزون او اتنين، لكن محتاجين ندعم بالاصغر والاقوى واللي من هنا واللي من هنا واللي جوه مصر واللي بره مصر، علشان يكون يرجع في زمن كان للزمالك كان في اقوى لعيبه في مصر. هو دلوقتي ما فيهوش اقوى لعيبه في مصر، فمجلس الاداره عليه ان يترجع اقوى لعيبه في مصر لتاريخ الزمالك، هم عاملين اللي عليهم لحد الان، الدنيا ماشيه كويس، بس ننتظر مزيد من الصفقات القويه. بأقل الامكانيات الحقيقه هم وفروا مستر جوميز. وفروا مستر جوميز الحقيقه هذه العقليه وهذه الداهيه الحقيقه. البروفيسير الجديد لنادي الزمالك هو مستر جوميز الحقيقه، اعتقد ان مستر جوميز هيكون عقده للنادي الاهلي الحقيقه، عقده كبيره جدا. تسبب مستر جوميز تسبب دلوقتي في قضيه للنادي الاهلي، وما كانوا بيقولوا قضيه قفشه، طب دلوقتي في قضيه منسي الحقيقه، قضيه جامده جدا جدا جدا، اعتقد ان كده خلاص اتعشت بالنسبه لجمهور الزمالك يعني. بالنسبه لجمهور الزمالك في قضيه اسمها قضيه منسي طبعا، وبالنسبه لجمهور الاهلي هيكون شايف ان قضيه قفشه لا يعلى عليها، وقضيه الزمالك شايفين ان هي لا يعلى عليها. لا قضيه منسي دي كانت لها طعم تاني يعني، لكن ده بحكم انك زملكاوي طبعا طبعا، علشان برضو ما تزعلش جماهير. افتخر طبعا ان انا يعني من عشاق نادي الزمالك طبعا، محبي نادي الزمالك. هو كبير بعد كده مش هنكتب الناقد الرياضي، نلغي البوزيشن ده ونكتب كبير مشجعي. لا لا عادي، مش عيب، مش عيب ان انا اعلن انتمائي يعني. احنا بنلاقي مذيعين كتير على القنوات الفضائيه تمام، مذيعين ومقدمين برامج يعني، مش نقاد رياضيين، يا ريتهم حتى نقاد رياضيين، ده بحكم ان هم بيكونوا لاعيبه كوره معروفين، ده حتى مقدمين برامج ويطلعوا يقولوا ده انا اهلاوي. لا كويس ان انت ازاي ان انت محايد، ازاي ان انت محايد وتقول انا اهلاوي، طب خلاص انا زملكاوي استاذ احمد وهفتخر ان انا زملكاوي. استاذ احمد خلي، انت اثرت نقطه انا عايز اتكلم فيها، فكره ان انا اكون لاعب كوره في الاهلي وكنت لاعب كوره في الزمالك تمام اتس اوكي، لكن ما ينفعش ان انا اكون لبست تيشرت الزمالك ورجعت بعته لبست تيشرت الاهلي واطلع اقعد في التحليل اتكلم بلغه الاهلي واقول اصل انا اهلاوي وبابايا اهلاوي، ويجي يتقص بعد كده اصل انا كنت زملكاوي وبابايا زملكاوي. الانتماءات الشخصيه دايما بتكون للجمهور طبعا، لا اللعيبه ولا النقاد مع احترامي لكل، ولا الاعلاميين ولا لاي حاجه، الانتماء فقط بيبقى للجمهور، الجمهور الوحيد اللي بيبقى عنده مصداقيه تاخد منه انا اهلاوي ولا زملكاوي، لكن لاعب للناديين بعد كده بيختار، هو زعلان دلوقتي من الاهلي فيقول لك اصل انا زملكاوي، زعلان من الزمالك فيقول لك اصل انا اصلا اهلاوي، وبيحلف بحياه ولاده دي بقى حاجات شخصيه بيصفوها مع بعض يعني. لا لا ده يعني ده ده حاجات ده انتباه، حاجات شخصيه دلوقتي والمنصر للشيء، ودي كارثه طبعا، كارثه طبعا. خلينا بقى نقول ان الاهلي بيحاول تدعيم الهجوم عنده، طبعا احنا عارفين صفقه موديست كانت وحشه جدا، لكن في صفقات بعد كده دعموها، وزي ما احنا شايفين دلوقتي خط الهجوم عندهم عامل ازاي، وانت عارف طبعا مين اللي بيقود الهجوم عندهم دلوقتي تمام، وسام ابو علي. وسام ابو علي لا ما فيش كهرباء، وسام ابو علي هو هي الصفقه الناجحه. كنت لسه عايز اقول كهرباء يعني خلاص تم تجميده يعني. هم بقى بيحاولوا دلوقتي يعني يدعموا خط الهجوم بمصطفى زيكو ومحمد اسماعيل بتوع نادي زد، لاعبي نادي زد، ايه رايك في الصفقات دي؟ الحقيقه نادي زد من الانديه القويه في الدوري، ظهرت بمستوى كويس جدا الحقيقه، اعتقد هم صفقات كويسه وكل حاجه ومهاجمين كويسين جدا جدا، ولكن يعني وجهه نظري انا كاحمد حسني لا يليق بارتداء تيشيرت النادي الاهلي الحقيقه يعني. النادي الاهلي محتاج صفقات سوبر، حتى النادي الاهلي داخل في كاس عالم الانديه، فانا مش عارف هو ينافس كاس عالم الانديه ازاي يعني. اتفق ان يعني صفقات لا تقلل من يعني المستوى ده، اذا كان النادي الاهلي ما قدرش يكسب المنافس بتاعه على المستوى القاري نادي الزمالك، فيروح يلاعب الانديه العالميه في كاس العالم الانديه، اعتقد هيبقى حصاله يعني. طيب بنعتذر عن كلمه حصاله يا جماعه، بس هي بتبقى اراء يعني لصاحبها. نتكلم بقى شويه عن قرعه دوري ابطال افريقيا وتوقعات حضرتك، كلمني شويه عن القرعه معاك. ايوه لا هو يعني على المستوى الاول يعني والتصنيف وكده من ناحيه ايه؟ قرعه، كلمني عن قرعه ابطال افريقيا يعني. الاهلي مثلا، الاهلي وصن داونز والترجي انا بعت يعني دول في الـ التوقعات في القرعه حضرتك اكيد هي معاك وكده، ف بالظبط ما هم دول في التصنيف الاول تمام.
واعتقد يعني بنسبه كبيره طبعا في دور الابطال، ان يعني المنافسه هتكون محصوره بين صن داونز رقم واحد وجهه نظري، وممكن يعني الترجي ممكن، لانه هو بنى فريق قوي حقيقه، يعني بيبني فريق قوي السنه اللي فاتت. طيب يعني ننتقل لمنتخب مصر، رايك ايه في قائمه منتخب مصر؟ احنا قلنا طبعا انت قلت وجهه نظرك في استبعاد الشحات وقفشه وعمر جابر، وقلت مين يليق ليه بالاستبعاد فنيا ومين مظلوم. طب شايف مين غير عمر جابر كان ينقص وجوده في المنتخب لم يتم قيده في القائمه؟ والحقيقه يعني بس خلاص يعني امام عاشور كان يعني مستواه الحقيقه مهزوز الفتره اللي فاتت. لا انت يعني عايز مين كان يبقى في المنتخب مش موجود غير عمر جابر؟ كنت اتمنى فتوح طبعا، بس هو مستبعد عشان الظروف بتاعته. أيوه يعني الحقيقه غير يعني فتوح. طيب من اللي بيلعبوا حاسس ان هو اتظلم بعدم قيده سواء كان في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي تاني؟ يعني يعني ممكن بقى حارس مرمى، لا هو خد عواد، هو خد عواد طبعا، هو خد عواد، هو استبعد صبحي واستبعاد مستحق، استبعد صبحي بالنسبه لحصه المرمى يعني استبعد مستحق. لا صبحي دايما في حاجه غريبه بيجي قبل ماتشات الاهلي والزمالك. هو عمر جابر طبيعي يعني، عمر جابر كنا عايزينه صبحي في عاده غريبه جدا، يجي دايما قبل ماتشات الاهلي والزمالك ويتصاب، فيحط دايما عواد قدام الامر الواقع، في حين ان هو ممكن يكون بقى له فتره بعيد عن الملعب، لكن سبحان الله ربنا بيشاء ان عواد بيكون كلمه السر في الفوز. هو بصراحه اللعيبه كلها كانت داخله الماتش كانها حرب، انا بتكلم على مركز حارس، عايزين يكسبوا الحقيقه، يعني هم كانوا داخلين لازم ان هم يكسبوا، يعني حياه وموت يكسبوا الماتش ده. تمام يعني لقاء معك ممتع، وان شاء الله يكون لينا احاديث مطوله مره اخرى. واحنا كده وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله باذن الله باذن الله يكون لينا لقاء تاني بقى، ونتكلم فيه بقى عن الديربي في حاله الفوز الاهلي والزمالك ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا، وتاني بكرر تاني الف مليون مبروك نادي الزمالك زعيم وسيد اسياد القاره الافريقيه، طبعا عاد الاسد لعرينه، وتحياتي لكل الزملكاويه وكل عشاق النادي الملكي يعني. بشكرك جدا استاذ احمد. وبكده قبل بس ما نوصل لنهايه الفقره بتاعتنا، خلوني اوجه تهنئه جميله وعزيزه على قلبي لاستاذ وليد عبد الحي اللي معانا في الصوره. استاذ وليد عبد الحي اخونا العزيز المصري المقيم في الاردن، انا بوجه له كل التحيه بمناسبه عيد ميلاده والتهاني واجمل التباركات، وان شاء الله باذن الله يكون سنه موفقه وفيها مزيد من النجاحات ليك يا استاذ وليد وللاسره الكريمه جميعا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، إلى أن نلتقي الأسبوع القادم في نفس الميعاد، لكم مني أرق التحيات.